كوستاريكا، أي انضباط أي التزام، يلعبوا كخلية نحل، الكل يد واحدة والرجال يظهرون في الشداد يا كوستاريكا. ترجع كرة بالرأس مرة أخرى، ترجع خطيرة كما جات، والهدف الأول، الهدف الأول للتانجو، الهدف الأول لأرجنتينا عن طريق الكون، عن طريق اللعبة جويرو. 1-0، هدف سيغير الأطوار، هدف سيقلب الأدوار، هدف سيكشف الدفاع الكوستاريكي، هم سيتقدمون والأرجنتين ستلعب بالمرتاح. الآن تنعكس مباراة القمة، مباراة العبور، أرجنتين 1-0 كوستاريكا في اللحظة 0 يا رجال التيكوس. لماذا افتقدتم لصلاحية الصمود في آخر لحظة؟ شوف الكرة، شوف الضربة، شوف هنا الكرة رجعت وجويرو في موقع السليم، اللاعب الأرجنتيني الثاني ظل ميسي، نعم أوفسايد لكن غير متداخل في الكرة، نعم هو ليو هنا بعيد هنا.